الذي نتمنى له السلامة بحول الله وقوته، طهورة بحول الله. إن شاء الله تكون الإصابة خفيفة على لاعب بلدية وهران مهاجم مطران. مباغتة الحارس لتيم، لكن الكرة كانت خارج الإطار. مباغتة الحارس لتيم، لكن الكرة كانت خارج الإطار لفائدة مولودية وهران. وهرانية كرة طويلة أمامية بحثا عن نقاش، أو سيكون كلام آخر للحارس بنبوط. سنرى وسنترقب. مولودية وهران للهدف الأول، جول جول.